التكنولوجيا قسم الهندسة والآليات. شاشة تتعرف على مستخدميها. كتير منشوف بأفلام الخيال العلمي كمبيوترات خارقة فينا نتعامل معها عن طريق شاشتها باستخدام اللمس. مو بس هيك، وهالكمبيوترات فيها تعرف مين يلي عم يتعامل معها عن طريق شاشتها يلي فيها تتحسس لشكل الجسم يلي عم يلمسها وتتعرف على البصمات، وبالتالي على الشخص يلي عم يتعامل معها. وهالشي ما عاد خيال علمي، خلونا نشوف هالاختراع الجديد. شاشة لمس جديدة تستطيع التعرف على مستخدميها عن طريق بصمات الأصابع باتت تلوح في الأفق. هذه الشاشة سوف تغير من مفاهيم أمن الاتصال بالإنترنت والطريقة التي نتعامل فيها مع الحواسيب في الأماكن العامة. ما الفرق بين شاشات اللمس العادية وهذه الشاشة؟ إن شاشات اللمس المستخدمة تستطيع أن تعرض الصور عن طريق الضوء، لكنها لا تتحسس للضوء. ولجعل الشاشة قادرة على التقاط البصمات، يجب إضافة مستشعر مخصص لذلك. الباحثان كريستيان هولمز وباتريك باودخ يريدان تغيير ذلك. يقول هولمز إن الشاشات لا تستطيع التقاط البصمات، وأجهزة مسح البصمات لا تستطيع أن تعرض الصور، إلا أن ما قمنا باختراعه يقوم بكلا الأمرين معا. قام الباحثان بصناعة نموذج لشاشة زجاجية تتضمن الملايين من الألياف الضوئية المجمعة مع بعضها البعض. تقوم هذه الألياف الموجودة أسفل اللوح الزجاجي بعرض الصورة، إذ يشع الليف بالضوء عارضا بذلك نقطة من الصورة بالاعتماد على جهاز عرض موجود أسفله، بينما يرسل منبع الإشعاع تحت الحمراء إشعاعاته التي تقوم بالإنعكاس عن سطح الإصبع إلى كاميرا حساسة للأشعة تحت الحمراء، وبذلك تلتقط البصمة. وأثبتت الاختبارات الأولية نجاح النموذج اعتمادا على معايير FBI.